بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، تحدثنا في الحلقة الماضية عن زيد والد سعيد، وقلنا أن سعيد بن زيد كان ثمرة لهذا الأب الذي بحث عن حقيقة معتقد، الذي بحث عن دين هو غير دين آبائه وأجداده، كان يبحث في كل مكان عن عقيدة سليمة يعتنقها. لماذا؟ لأنه وجد في عبادة هذه الأصنام خرافات ما كان ليصدقها وما كان ليعتقد بها. وكان أن أدركته المنية قبل أن يعود إلى مكة، بعد أن التقى بالراهب الذي كان في الموصل والذي بشره بقرب ظهور نبي يأتي بدين جديد يوحد الله. اليوم في هذه الحلقة إخوة الإيمان نتحدث عن سعيد، نتحدث عن إسلامه، نتحدث عن مشاركته في الغزوات، نتحدث عن زهده، نتحدث عن مكانته، نتحدث عن هذه الجوانب المشرقة في حياته، لأنه من العظماء الذين يستحقون أن ينالوا قسطاً وافراً من هذا الحديث. لماذا؟ ونحن قد قلنا أنه من العشرة المبشرين بالجنة. كان سعيد رضي الله عنه وأرضاه رجلا طويلا يميل وجهه إلى السمرة، كان حسن الخلق هادئ الطبع تقيا ورعا، يتجه إلى الزهد والتواضع، وكان عميقا في تدينه. إذن من الطبيعي بعد أن تعرفنا على زيد أن يكون إسلام ابنه سريعا وعميقا. لماذا؟ لأن سعيد قد دخل الإسلام مع السابقين الأولين، ودخلت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب، لكنهما أسرا بإسلامهما خوفا من عمر. لماذا؟ لأننا قلنا في أول الحلقة أن سعيد تزوج بأخت عمر بن الخطاب فاطمة، وعمر بن الخطاب تزوج بأخت سعيد عاتكة. وكلنا يعلم قضية إسلام سعيد، عندما دخل عمر بن الخطاب بعد أن بلغه إسلام أخته وزوجها جاء يطرق الباب عليهما بشدة، حتى إذا فتحت الباب وكان ما بينهما ما كان من حديث كلنا يعرفه، وكيف عنفها وأراد منها أن يأخذ الصحيفة التي كانت بيدها والتي خبأتها عندما علمت بقدومه، كان فيها بعض من سورة طه، فلما قرأ هذه الآيات رق قلبه وأعلن إسلامه بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا كان بيت زيد مكانا لإسلام أعظم شخصية في هذا التاريخ الإسلامي بعد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت قضية إسلام عمر بن الخطاب موضع فخر للإسلام والمسلمين. أول معركة كانت في الإسلام هي غزوة بدر، وغزوة بدر كما نعلم إخوة الإيمان إنما أراد المشركون من خلالها أن يستأصلوا شأفة هذا الدين الجديد الذي جاء والذي بدأ يزحف في أرجاء الجزيرة العربية. عند ذلك كانت شرارتها الأولى قد انطلقت من تلك القافلة التي جاء بها أبو سفيان من بلاد الشام متجها بها إلى مكة، ولذلك
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله ليتعرفا على أخبار قافلة قريش التجارية التي كما ذكرنا كان يقودها أبو سفيان. ولما عادا إلى المدينة ليخبرا الرسول بما علما، كان الرسول قد خرج هو وأصحابه لماذا؟ لملاقاة قريش في بدر، فاتجها ليلحقا بالرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه، لكنهما لقياه منصرفا من بدر. وعلى هذا فلم يشهدا الغزوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فرض لهما نصيبهما من الغنائم واعتبرهما من أهل بدر. لماذا؟ لأنهما كانا يقومان بعمل كلفهما به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن إخوة الإيمان، أن سعيد بن زيد لم يفته أبدا شرف الجهاد في أي معركة من المعارك إلا في بدر، وبدر اعتبره الرسول عليه الصلاة والسلام مشاركا فيها، لأنه قد كلف بمهمة ربما تفوق مهمة الجهاد في بدر. وهذا يؤكد لنا أن سعيد بن زيد كان يحب حياة الجهاد، وما سبحان الله من غزوة وما من حرب إلا وكان سباقا لها. لماذا؟ لعشقه في الجهاد، عشقه في نشر الدعوة، حبه لأن يكون جنديا في جيش المسلمين ينشر الحب والإيمان والسلام، يريد أن ينشر الإسلام في ربوع هذه الأرض. وما يؤكد ذلك أنه قد اشترك في موقعة اليرموك في فتح دمشق وأبلى بها بلاء حسنا. ونسمع هاك القصة الجميلة جدا. أبو عبيدة جاءه خطاب من عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة كان قائد جيش المسلمين بالشام، فكان يسأله عن حال المسلمين وعن أحوال سعيد بن زيد ومعاذ بن جبل. رد أبو عبيدة على عمر بن الخطاب قائلا، شوفوا هالخطاب الجميل، والله نحن نريد أن يعود هذا الخطاب بين القائد وبين جيشه المسؤول وبين من يعني يعمل تحت إمرته. انظروا إلى خطابي. أبي عبيدة لعمر بن الخطاب يقول له، أما بعد، فأما عن أخويك سعيد بن زيد ومعاذ بن جبل فكما عهدت، إلا أنهما زادا في الدنيا زهدا وفي الآخرة رغبة، زادا في الدنيا زهدا وفي الآخرة رغبة، يعني أنهما في شوق إلى لقاء الله عبر شهادة في جيش المسلمين. وبعد فتح دمشق، إخوة الإيمان، بعد فتح دمشق عين أبو عبيدة سعيد بن زيد واليا عليها. أي عظمة في أن يعين رجل على ولاية؟ وخرج هو لمواصلة الجهاد، خرج أبو عبيدة لمواصلة الجهاد، فكتب إليه سعيد يقول، اسمعوا إلى هذا الخطاب، فكتب إليه سعيد يقول: سلام عليك، أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني ما كنت لأؤثرك وأصحابك على نفسي وعلى ما يدنيني من مرضات ربي، فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى عمالك من هو أرغب مني فيه
فإني قادم إليك وشيكا إن شاء الله تعالى. ما معنى قادم إليك؟ أي أنني أريد أن أترك هذا المنصب وهو والي لألحق بجيش المسلمين، عسى أن أكون واحدا منهم ألقى الله بضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة روح. أين نحن من هؤلاء يا إخوة الإيمان؟ نحن نقتل بعضنا، نسفك دماء بعضنا، لسنا كالجسد الواحد الذي أمر به الحبيب المصطفى. فلما تلقى أبو عبيدة الكتاب استجاب لرغبته، وعين يزيد بن أبي سفيان واليا على دمشق، وكان من سعيد أن لحق بمجموع المجاهدين هناك في الصف الأول. لذلك نجد أن الإيثار كان من أبرز صفات سعيد، لا يؤثر على الجهاد أحدا، وأنه يفضل أن يخوض غمار الحرب في سبيل الله على نعيم الولاية والمتعة فيها. وعندما توفي عمر بكى عليه سعيد بن زيد، فقيل له: ما يبكيك؟ اسمعوا إخوة الإيمان، اسمعوا والله درر يقولها هؤلاء الصحابة شربوا من نبع الحبيب المصطفى. قال: ليس الذي يبكي موت فرد، ولكني أخاف أن يضعف الإسلام، وأن موت عمر ثلمة يصعب أن ترتق. هذا هو سعيد. الآن أنا سأحدثكم عن موقف آخر جميل جدا جدا. في أخريات عهد معاوية بن أبي سفيان، طيب، كتب لمروان بن الحكم والي، كان هذا واليا على المدينة المنورة، لماذا؟ ليأخذ البيعة من أهل المدينة لابنه يزيد، لأنه يريده أن يكون خلفا لمعاوية، فقد كبر معاوية وهده المرض. فمن العادة أن يرسل إلى عماله، إلى ولاته في هذه الأمصار الإسلامية المترامية، يطلب منهم أن يعطوا البيعة لمن يرتضيه معاوية الخليفة، لمن يخلفه. طلب من مروان بن الحكم أن يأخذ البيعة من أهل المدينة لابنه يزيد، لكن مروان تراخى في ذلك ولم ينفذ رغبة الخليفة. فسأله رجل من أهل الشام عن سبب تراخيه، فقال: حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع. يعني عندما يبايع سعيد بن زيد الناس تثق بدينه وخلقه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، عند ذلك يتبعه القوم فيبايعون. فقال: ننتظر إلى أن يأتي سعيد فيبايع، فإنه سيد أهل البلد. وإذا بايع الناس خلاص بايع. وإذا يعني عندما يبايع سعيد يبايع الناس. فقال الرجل الشامي: أنا آتيك به. فوافق مروان على ذلك. بانتظار ماذا؟ بانتظار أن يأتي الشامي إلى من؟ يأتي إلى أن يأتي بسعيد حتى يبايع. وذهب الرجل الشامي إلى سعيد وطلب منه الذهاب للأمير ليبايع لمروان بن الحكم، ليبايع لولي العهد الذي سيأتي بعد معاوية. قال سعيد قولته المشهورة جدا، قال كلمة حق، قال: تدعوني لأبايع لقوما قاتلتهم على الإسلام، تدعوني لأبايع أنا لقوم قاتلتهم على الإسلام. فرجع الرجل إلى مروان وأخبره بذلك، وطلب منه أن يستعمل القوة مع سعيد ليرغمه، كيف يتجرأ ليقول قولا كهذا. لكن انظروا إلى هذا الترتيب الإلهي.
فإذا برسول من إحدى أمهات المؤمنين كانت مريضة مرض الموت، وكان هذا الرسول يحمل وصية للوالي وهو مروان بن الحكم، يقول هذه الوصية بأن يصلي عليها سعيد بن زيد صلاة الجنازة، وعلق مروان على هذه الوصية بقوله للرجل الشامي: هذا هو الرجل الذي كنت تهدده بضرب عنقه لو لم يبايع ليزيد بن معاوية، لو أسأنا له لهاجت المدينة كلها علينا. سبحان الله إخوة الإيمان. أريد أن أختم حديثي بقصة والله ما قال الحبيب المصطفى لسعيد بن زيد ببشارته بالجنة إلا لعلو المنزلة التي كان فيها عند الله سبحانه وتعالى. انظروا إخوة الإيمان، مما يروى أن سيدة اسمها أروى بنت أويس رأت ما بين سعيد بن زيد ومروان بن الحكم من نفور، فانتهزت هذه الفرصة وادعت أن سعيد أخذ منها أرضا بغير حق. طيب لماذا؟ لأن هذه النفرة ستجعل مروان بن الحكم مع أروى في شكايتها ضد من؟ ضد سعيد. فلم يجد سعيد إلا واحدا ينصفه. من هو إخوة الإيمان؟ هو وال، هو أمير المؤمنين، هو قاض، لم يجد من ينصفه إلا الله، فالتجأ إليه سبحانه يطلب البراءة لنفسه، ودعا عليها ألا ترى هذه الأرض إن كانت كاذبة، وسرعان ما كف بصرها، فكان أهل المدينة يتخذون ذلك مثلا، إذ يدعو بعضهم على بعض بقوله: سبحانه، هؤلاء يدعو بعضهم على بعض: أعماه الذي أعمى أروى. ها هو دعوة، لكن كانت أروى ماذا تقول؟ تقول قولتها التي خلدها التاريخ: أصابتني دعوة سعيد. إخوة الإيمان، نحن عندما نتحدث عن هؤلاء العظام إنما نريد أن يعلم الداني والقاصي، أن يعلم هؤلاء الشباب من هم صحابة الحبيب المصطفى، من هم الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاته، من هم هؤلاء الذين خلدهم التاريخ ونحن أبعد الناس عن معرفة حقائقهم. فهلا وقفنا وقفة رجل أمام سعيد لنترحم عليه، نقول له: يا الله، حبيبك بشره بأن يكون من العشرة المبشرين بالجنة. نقول لك: يا الله، نحن مع كل من دعا له، اللهم أسكنه منزلة يليق بها من جاهد في سبيلك ومن ناصر حبيبك ونبيك. نسألك يا الله أن نكون كسعيد بن زيد، أن نعطي هذا الدين ما أعطاه، وأن نجاهد وأن نذود عن هذا الدين ما زاد، وأن نكون خيرا خلف لخير سلف، نرفع راية الإسلام بالحب الذي جاء به الحبيب المصطفى، نرفع راية الإسلام بهذا الإيمان الصادق. من منا إخوة الإيمان عشق كعشق سعيد؟ ومن منا أحب هذا الدين كحب سعيد؟ ومن منا أعلى شأن هذا الدين كما أعلاه سعيد؟ إخوة الإيمان، لا يسعنا
إلا أن ننهي هذا الحديث بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، نقول له: يا حبيبنا، كما حسنت أخلاقهم فحسن أخلاقنا، اللهم كما أيدتهم بتأييدك فأيدنا بتأييدك، حتى ينتشر دينك بالحب بالعدل بالأمل بالخير بالرحمة بالمودة، بكل هذه الصفات التي حملها قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لا يسعني إلا وقد أدركني الوقت إلا أن أودعكم، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحب بدأنا وبالحب ننتهي، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.